فيت غنقول لك واحد القضيه للعبات كيما اللي كنديروا فحال دابا مشروع فحال هذا كيكونوا بزاف ديال المراحل اللي كتدوز من المرحله الاولى هي الفكره فاش كتخرج وكطيح الورق فاش كتكتب يعني الفكره اون فوا كتجي وكطيح ككتابه يعني كحروف على الورق انا يعني كنبغي نحيي خليه الكتابه وعلى راسهم بشرى ملاك اللي ما غاديش نزيد نقدمها نقول فيها اكثر من تبارك الله هادشي اللي بشرى ملاك كنا كنعرفوها شكون هي بشرى ملاك فتبارك الله مي طاحوا الحلقات الاولين ديال السيناريو والفكره كيفاش ديفلوبات وتكتبات دونك باش نكمل لك نجاوبك دونك لا دوزيام ايتاب اللي كتكون اون فوا كيكون لو سيناريو مكتوب اولا حرفيا مكتوب كيفاش غادي نحطوه للوجود تقنيا الوغ ملي كندوزو لا بارتي تكنيك ابخي كنشوفو لا بارتي ارتيستيك اون في لي دو على فوا بوتيتر دونك اون فوا ملي كنتكلمو ليها على الشخصيات اللي كاينين في الامل وعلى السيناريو كيفاش غادي يكون كوني على يقين ان واحد الحاجه اللي جراتني بزاف لهذاك العمل كانوا عندي يمكن سيت ان سكوب لي انغلي سي كو جيتي اوسي بروبوزي ان بروجي اون باراليل فقلت جو بريفير مي فوكاليزي في هذا العمل هذا وما ندير معاه حتى شي حاجه اون باراليل باش يبقى اي دو ان لو راكور اي دو تو هذيك لوموسيون اللي كتكون داك لو بروجي بقى في داك لو بروجي وهادو من الحوايج اللي خلوني انني قبلت هذا العمل هذا بون كاين بزاف ديال لي كونديسيون فينانسيير اون بروميير ليو سا سي سور كتخدم مع ناس تبارك الله اللي عندهم واحد الحس احترافي الناس كي سونت انكاجي فملي كنا درنا اول قراءه ديال العمل فكتشوف انه تو موند اي امبليكي من الانتاج حنا كنشوفوا حتى توصلنا يعني كاع الاطقم اللي كاينين في هذا العمل هذا لا منتجين لا تقنيين لا فنانين لا كذا كلشي تري امبليكي دون لو بروجي كلشي باغي يدخل في البروجي يقول لك حنا غادي نديروا واحد العمل ماشي باش يخرج للوجود ونعطيوه للناس او لا يكون ناجح لا هذا العمل يقدر يكون رساله فهذيك الرساله كل واحد فينا غادي يدير حرف ديالو كل واحد فينا يلغا كونتريبيو في هذيك الرساله باش توصل للجمهور فحب هذاك العمل والايمان به حنا ملي كنا كنوجدوا هذا العمل هذا فكانوا بزاف ديال لي كونديسيون اونفا لي كونديسيون اللي كانوا متاحين لينا فوالا الظروف اللي كانوا متاحين لينا فكانوا ظروف يعني ظروف يعني اللي اي واحد كان يقدر يتمنى يخدم في هذوك الظروف خدمنا اون طونك ايكيب وحده ف ملي كتسالي النهار ديالنا وكنا كنجيو الغد ليه بالنسبه للناس اللي كيكونوا كونفوكي في لافيل سيرفيس فالناس كيجيو شوقا للعمل حنا كنا صحاب كنعرفوا بعضياتنا لي زارتيست صحابنا لي تكنيسيان صحابنا يعني اون ايتي تري بون كليك ولكن ملي كنجيو لواحد ملي كيشوف راسو فلافيل سيرفيس جاي فرحان على اساس انه غادي يدي الدور غادي يدير الشخصيه ديالو وغيزيد يبدا اكثر دونك يمكن الظروف اللي كنا خدامين فيهم اللي عاونونا ان هذا العمل هذا لقى النجاح ديالو يمكن الامكانيات اللي وجدت لنا شركه الانتاج اللي خصها تاخذ بعين الاعتبار يمكن الحضور ديال انا اول خطره كنخدم مع دريس الروخ كمخرج ثقي بيا بلا ان الكلمات ما كنلقاهمش باش نقول لك كيفاش كانت لا ديريكسيون داكتور ديال دريس الروخ انت راك حضرتي معنا في البلاطو تورناج وشتي كيفاش كان كومون ايتي اونغاجي دريس الروخ كان حاضر ماشي في شخصيه اولا بجوج ولا ثلاثه عفوا فكان حاضر في شخصيات كلهم يعني اي شخصيه كانت ملعوبه في هذا المسلسل هذا دريس الروخ عنده منها شويه فمن بعد الله عز وجل والمجهود اللي درت في هذا العمل هذا ف الشخصيه ديال المحسن او النجاح ديالها دريس الروخ اي لوني بو بوكو وكنعرف شنو كنقولها عابله الو كيف تابعوا المشاهدين ف محسن في واحد الحلقه من الحلقات كيجي الشك على اساس ان بنتو رانيا ماشي بنتو كان الحال صعيب شي شويه باسكو يا دي زاناليز كي اون تي في كيف دازت في الحلقه كيف تفرجوا كاع الناس فهذيك العلاقه سبحان الله اللي كانت ما بيني وبين ديك الدريه غيتا اللي لعبات البنيه ديال اللي لعبات بنتي الشخصيه ديال رانيا ديجا هذيك البنيه انا قريب منها بزاف يعني كندير انا بالعاطف مع غيتا دونك لو فات اللي استقبلت انا كومكوا رانيا ماشي بنتي هذاك الشكل اللي كان حاولت نلعبوا معاها فكيف تفرجتوا كيف شفتوا فاش عطاتني واحد ليموسيون اللي هي تبارك الله عجيبه بزاف وحنا كنسجلوا واحد من هاد المشاهد كادني هذاك المشهد واحد من هادوك المشاهد كانوا بكاونين فمن بعد اصداء كانوا شي شويه قاصح لانني كنت قاصح مع شي شويه دون لو جو كاين اللي كيلومني يعني كيلومني بالعاطف ما كيلومش الشخصيه ديال محسن كيلومني بالعاطف علاش ان التصرف ديالي مع ديك البنيه كان قاصح شي شويه مع العلم انها سي جوج ديال الشخصيات ديال فهادوك كانوا واحد من المشاهد اللي يعني اللي اثر فيا شي شويه يمكن اختلاف ديال الاعمال اللي كاينين في كيكون في الموسم ديال رمضان الكريم
فما هو الا في صالح المتتبع اي دو ان اي دو دو. فملي كتكون هذا ما غاديش نقول منافسه ولكن يقدر يكون تنوع، فهذا الشيء هو كيعطي واحد الجوده بالنسبه للاعمال ديالنا. فاي واحد مساهم هذه القضيه ديالو لاحظت هذا العمل، فاي واحد مساهم شي عمل كنا كنتلاقاو قبل ما يبدا شهر رمضان الفضيل، فكنت كنشوف ان كاع الناس اللي مشاركين شي عمل كيدافعوا على الاعمال ديالهم، وهذا الشيء جميل، هذا الشيء جميل بزاف. مسلسل عين الكبريت اللي هو مسلسل من 4 حلقات اللي كيتكلم على قصه حب ديال لاله شافيه مع مولاي يعقوب، وكيتكلم واحد الحقبه مهمه بزاف هي الحقبه ديال المرينيين. فعين الكبريت اللي هو من سيناريو ديال منصف القدري ومن اخراج المبدع محمد عهد بن سودا، كانوا دي كونديسيون تيرميك اليوم صعاب شي شويه، صورنا ما بين 48 49 50 وي حتى 54 درجه اخص مولاي يعقوب، فكنا كنصوروا في واحد الحراره اللي كانت مفرطه بزاف في الاركيتكتور ديال فاس. غادي نشوف البصمه الفاسيه في هذا العمل هذا. فاحنا الناس اللي ماشي ديال فاس فمشينا اكتشفنا مدينه جميله بزاف، شفنا الاحياء العريقه ديال فاس، شفنا الرياضات ديال فاس، شفنا المعالم التاريخيه ديال فاس، شفنا بزاف ديال الحوايج. فهذا العمل هذا فهو يعني ما غاديش نقولوا ريكونستيتيوشن ديستوار حاشا ولله، ولكن نبش في التاريخ ديال مدينه فاس. موسم ديال رمضان الكريم فهو موسم ديال العرض، كاين العام كله الحمد لله الاعمال كتدوز في القنوات التلفزيونيه، وكاين بزاف ديال الاعمال اللي كينجحوا غير في شهر رمضان الفضيل. فشنا مؤخرا مسلسل بلا ما نذكر اسماء ديال المسلسلات اللي كانت ناجحه بزاف سواء في القناه الاولى ولا القناه الثانيه ولا حتى الموقع اللي كاين موقع ديال الشاهد ولا ديال ام بي سي 5، يعني بزاف ديال الاعمال اللي نجحات بزاف. هادشي شنو كيبين لك ان الجمهور المغربي فهو مشتاق للجوده، ما مشتاقش لا كونتيتي ولكن مشتاق لا كاليتي للجوده. فكان دون الحمد لله اللهم لك الحمد، فالتجربه المتواضعه ديالي ف يمكن جا الوقت ان الواحد يؤدي بزاف ديال الشخصيات. باش ما نساوش ان كاين بزاف ديال الاعمال اللي كانوا داروا اللي كيف قلت لك دابا اخر كلام كنا صورناه في 2020 فاش كنا كملنا التصوير ديالو، فيلا غيتبرمج دابا يعني القناه يلا برمجت هذا العام هذا. عين كبريت صورت هذه واحد يعني ما بين لو موان جويي لو موان دوت ديال العام اللي فات، يعني هو اصلا كان مبرمج في الشهر الفضيل. ف كاين شي اعمال اللي كيتصوروا غير ديك لا كومبوزيسيون دو بيرسوناج اللي كتكون شي شويه كتكون غاده مع داك العمل ملي كيتسالي وكيتليفر العمل للقناه، فالعاد القناه هي اللي كتاخذ يعني الوقت ديالها وكتاش بغات تبرمجو وكتتم السؤال ديالك. فلا بالعكس، ف اختلاف الادوار او اختلاف لا كومبوزيسيون دو بيرسوناج او اختلاف لو لوك اختلاف لو راكور، فهذا يعني كتكون تجربه كتلعب شي شويه. كاتاستريجا في الوقت ديالو، كاتاستريجا في الوقت ديالو، فشنا نوفيل تكنولوجي، شنا دو نوفيل ايماج، شنا يعني ليكليراج ديال الصوره كيفاش كندير، لو ديكوباج كيفاش داير. فهذا الجانب التقني ديال الناس اللي كان واحد طاقم تقني اللي كان في المستوى الرفيع على راسهم محمد علي مجبود، اللي ما غاديش نقدموا لي في بارتي دو بوديوم تبارك الله. دونك كاتاستريجا في الوقت ديالو، الشوق ديال الجمهور المغربي انك باغي هذا النوع ديال الاعمال. ف كاين واحد عدد كثير ديال الناس كيمشيو لدي بلاتفورم فاش كيتفرجوا سواء نتفليكس سواء شاهد برايم فيديو باش كيشوفوا هذا النوع ديال الاعمال، قنوات اوسي اجنبي باش يشوفوا هذا العمل. فاليوم ان بينا ان بالامكان ديالنا ان يقدر يكون عندنا طاقم مغربي دو ا زد سواء تقني سواء فني او لا تم شركه الانتاج ديالو، اننا اليوم نقدروا نديروا هذاك العمل اللي كيبغي الجمهور المغربي، اوليو باش واحد يمشي يقلب عليه ايور فهو كان فهو تعطى ليه يعني على طبق من ذهب. والنجاح ديالو كيف شتي فكان نجاح ديالو كبير بزاف سواء من الجانب التقني او من الجانب الفني. انا كنقول واحد القضيه ان لا ريشيس ديال كاتاستريت بعد هادشي كلشي اللي قلت لك هو لا فالور هيومان ديالو، القيمه الانسانيه والقيمه ديال الناس اللي خدموا فيه. ف تبارك الله هذوك الوليدات كيفاش كانوا، ف ما غاديش نلقى يعني الكلمات باش غادي نوصفهم، ولكن تبارك الله كانوا ما شاء الله عليهم. هادشي اللي نقدر نقول لك عليهم.
الجمهور المغربي فهو طرف منا وحنا طرف منه. كنحييه بزاف، كنشكره بزاف على المتابعه ديالو، كنشكره بزاف على الحب ديالو، كنشكره بزاف على على على, على هذا الحب اللي كيعطينا بدون اي مقابل لله في الله. كنشكره بزاف على التشجيعات ديالو، على الملاحظات ديالو، ما يمكنش تصوريها بلا يعني الكم الهائل ديال لي ميساج اللي كيجيو في مواقع التواصل الاجتماعي. والناس يعني ماشي غير كيتبعوا العمل وكيتقاولوا، لا كيعطيو التعليقات، كيعطيو الملاحظات، وكيعطيو التشجيعات، وكيقول لك ها اللي بغيناكم ديروا، ها اللي بغيناكم ديروا، اللي بغيناكم ديروا. فرساله ليه، كيف كنقول ديما، الله يدوم محبه بيناتنا ولا ليه خطيه علينا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.